القضاء وأرسل بخطامها الحبل اللي مسكها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه السلام أخطأ من شدة العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد ناقته وعليها طعامه وشرابه. فأنت تسعد ربك بتوبتك لكن توبة صادقة تثبتها في العمل. فإذا تبت إلى الله الله يتوب عليك وتقضي ما فاتك. وهذه الليلة هي من الليالي المباركة التي إذا عاهدت ربك على التوبة النصوح يقبل التوبة. الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. أمل من فرنسا تقول من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن فليصعب علاجه فماذا عليه؟ إذا تحققنا من هذا الأمرين الكبر والمرض المزمن